النهارده موسم امتحانات الثانويه العامه بدا. تابعنا مع حضراتكم في بدايه الحلقه الاخبار الخاصه بلجان الامتحانات والمراقبه والاساتذه والطلاب والاهالي اللي واقفين بره علشان يتابعوا الامتحان والاخبار. صور تكدس الاهالي قدام المدارس دايما موجوده، وهما في حاله ترقب وتوتر وخوف دايما مع اختلاف الاجيال، مع اختلاف الاسلوب التعليمي. الاهالي ثابته وقاعده قدام اللجان وقلقانه جدا. النهارده واحنا بنتابع اخبار الثانويه العامه، استاذ حمدي ابراهيم رئيس قسم التعليم في بوابه الجمهوريه كان معانا في مقدمه الحلقه، وقال لي انه كان في للاسف حالات اغماء كتير، بمجرد ما الطالب او الطالبه بيدخل بيغمى عليه بس استلم ورقه الامتحان. ده طبعا رجع لتوتر، ضغط كان في البيت كبير قوي، ضغط من العيلة. الأمور دي ممكن ربنا يحمي الكل ولا قدر الله، ولكن ده حصل فعلا قبل كده، توصل للوفاة، لأنه يعني ممكن حد ياخد جرعة مكثفة زي ما حصل من المسكنات لتخفيف بقى التوتر. مغص حالة الرعب الشديدة دي اللي بتسيطر على البيت المصري وبتتنقل للبنت أو للولد اللي داخلين يمتحنوا، للأسف ممكن تدي نتيجة سلبية جدا وعكسية وضد كل اللي احنا كنا بنبنيه من أول يوم في الثانوية العامة. الضغط النفسي والعصبي ما بيساعدش على رفع مستوى التحصيل ولا التركيز عند الطالب. خلينا نشوف ازاي ممكن ان احنا نوفر جو كويس قد ما نقدر. يعني لو في أب وأم هم ضد الكلام ده يحاولوا يسمعوا، يحاولوا يشوفوا، يمكن يجيب نتيجة. يحاولوا بس يغيروا اليومين دول من اللي كانوا بيعملوه قبل كده، لأن اليومين دول أهم حاجة، خلاص دي أيام الامتحانات. لو هو ما كانش بيعمل كده، ولو كان هو عنيف جدا وضاغط جدا وبيقارن ما بينه وما بين قرايبه أو جيرانه، وطول الوقت بيقول له ده جاب نتيجة، ده شاطر، ده فالح، ده ناجح، أنت مش كده ليه؟ نغير بس الأسلوب ده، لأن احنا خلاص في المحطة الأخيرة، فاصلة جدا وممكن تفرق. هنشوف ازاي في التغذية نعمل ده، هنشوف ازاي في الحالة النفسية نعمل ده مع ضيوفنا وضيوفكم. برحب بدكتور مها رداميس استشاري التغذية العلاجية. اهلا بحضرتك يا دكتور مها. اهلا بيك يا حبيبتي، سعداء بوجود حضرتك معانا. ودكتور ايمان جابر استشاري الطب النفسي، اهلا بحضرتك يا دكتور، سعداء بوجود حضرتك معانا. وهبدا مع حضرتك والحالة النفسية ومتابعتك للاخبار واللي بيحصل. هو الحقيقه ان نظام الثانويه العامه لان هو بيبقى شويه علامه فارقه كده في مستقبل الاولاد، ولان كتير من زي ما حضرتك قلتي الاسر بتضع اثقال على اولادها في اليوم ده، اللي هو خلاص بقى الامتحان ده يعني خلاص بقى حياه او موت، فده بيخلي الاولاد داخلين الامتحانات وهم اوريدي حالتهم النفسيه متوتره. ده غير ان هم كمان بيبقى عندهم احلام خايفين انها ما تتحققش. الضغط النفسي الشديد للاسف ده ما بيبقاش مفيد خالص. يعني قليل من القلق مهم ومفيد، بيخلي الأولاد بيحسن من قدرات الطالب ويخليه يستعيد اللي ذاكره بشكل جيد، لكن لما القلق بيزيد قوي هنا بيبتدي ده يأثر بشكل شديد جدا، بيأثر على مش بس الحالة النفسية، بتأثر على الحالة العقلية، فبالتالي بيأثر على قدرته على استعادة اللي ذاكره، بيأثر أحيانا كتير بالظبط بالظبط. يعني الأطفال يعني كتير قوي من الأولاد بيقولوا لنا أنا بصيت على الورقة الذاكرة ما افتكرتش أي حاجة، يعني مذاكر ده وأول ما خلصت الامتحان يسألوني أجاوب، رغم أنه هو مذاكر كويس بس لأنه هو ما أعدش نفسه جيدا نفسيا لليوم ده، فما قدرش يعني يستعيد كل المجهود اللي هو عمله ويفتكر كل اللي هو ذاكره. كمان ساعات بيأثر جسمانيا، يعني تلاقي الناس كتير منهم بيجي لهم أعراض جسمانية بالظبط بالظبط. ده غير ان هو ممكن يصاب باضطرابات، يعني توصل لمرحله ان الطالب يوصل لقلق شديد مثلا، اضطراب قلق شديد. فالحقيقه ان الاستريس الزياده ده مش مفيد خالص، بالذات لو احنا بنحاول نساعد الاولاد ان هم يمروا بتجربه الثانويه العامه بتجربه بوزيتيف. يعني انت خلاص عملت اللي عليك، احنا دلوقتي في مرحله الفينشنج بالظبط، فخلاص اللي هيتعمل في الفتره دي. اتمنى انه الاهالي اللي كانت يعني صعبه في السنه كلها تتغير، يا ريت. يعني هم كمان محتاجين يساعدوا نفسهم، يعني الاهالي برضو هم كمان يعني بيمروا بنفس التجربه زي اولادهم، هم كمان قلقانين جدا، فاحنا محتاجين برضو نساعدهم. وده جزء مهم ان الاهالي يعني كل حد بيقف بينه وبين نفسه، لو انا قلقان قوي ابعد عن ابني لان انا هنقل له القلق بتاعي. بس مين بقى؟
مين اللي هيعمل كده؟ بيروحوا لحد باب اللجنه ويفضلوا قاعدين. تخيلي هو جوه عامل ايه؟ عايزه تساعده هي يعني مامته مثلا هي عماله تزن عليه وقاعده جنبه بالسندوتشات والاكل وذاكر دي وكفايه وما تقومش تنام ولا خلص دي واعمل. هي قلقانه، هي خايفه عليه، فاحنا بنقول لها لو انت خايفه عليه ابعدي شويه، ابعدي عشان هو هو محتاج يهدى. ايوه. طب على ذكر السندوتشات يا دكتور، يعني الواحد كده اتعلم بشكل عام يعني انه لما يبقى عنده حاجه مهمه مفيش داعي انه ياكل او يقبل على الاكل قوي. ما اعرفش بتحصل حاله من الخمول من الكسل، ممكن ده كمان يوتر، الكلام ده حقيقي؟ طبعا. اولا المخ 2% من وزن جسم الانسان. ايوه. بياخد 20% من الغذاء. اكتر عضو في الجسم محتاج الاكسجين وبالتالي بيتعرض لحالات اكسده. أيوة. يعني بيبقى فيه فري راديكال اللي هي ايه؟ الشقوق الحره. فبالتالي نوع الاكل اللي احنا بناكله مهم جدا، لان هو اللي بيحمي الخلايا من التدمير. ايوه. لما بنيجي ناكل زي ما حضرتك بتقولي كده، تبص تلاقي ناس فعلا في اولاد ويطلعوا من ثانويه عامه لما يجوا العياده تبص تلاقي زايد جدا في الوزن. ليه؟ اصلا كان عندي ثانويه عامه. بياكلوه. بياكلوا جامد قوي. اولا الاكل الزياده طبعا نوع الاكل بيفرق. احسن حاجه فعلا تخيلي تزود قدره المخ هي الصيام. يعني الانترميتنت فاستنج ده بيدي فرصه عكس ما احنا فاهمين. دي حاجه. الوجبات السريعه الجاهزه الاليه والحاجات دي كلها بتزود الفري راديكال. الملح السكر الكتير مثلا يفضلوا بيذاكر بالعكس. طبق الحاجات الحلوه صحيح. الحلويات الكتيره دي يقول له ده سكر علشان الطاقه. خد سكر علشان تبقى كويس. زبزبه في الانرجي اللي بيوصل المخ، وبالتالي المعلومه ما تثبتش. البسكوتات بقى، ما هو بيذاكر فجنبه بسكوتات. وكان عندنا كحك بقى، ده احنا طالعين في الكحك اصلا، ده احنا بهدلنا الطالب والطالبه. كلها زيوت مهدرجه. دي بتدمر خلايا المخ. ايوه. كل لقمة بناكلها بتأثر. عشان كده مفروض ان انا اثناء ما ابني او بنتي عندهم امتحانات، لو انا حرصت ان انا اغذيهم الغذاء اللي هو للمخ، انا بخاطب المخ اللي هو المسؤول عن القدرة على التركيز، اللي بيدي المعلومة، اللي بيحتفظ بالمعلومة، اكيد هيبقى احسن. العادات اللي احنا متعودين عليها بقى، اللي احنا نفضل شاي وقهوة شاي وقهوة وياكل. انت عارفة ان اغلب الاولاد تبص تلاقيه يذاكر وينسى، يذاكر ومفيش استيعاب، تقول لي مش قادر يقعد، يجي ازاي يقوم وهو بيذاكر يحس ان هو دايخ وهيقع. ليه؟ من ضمن المشاكل ان الشاي والقهوه الكتير اللي هم بيشربوها ممكن تسبب صعوبه في امتصاص الحديد، تسبب لهم انيميا. فعلا القهوه كده بتسبب صعوبه في امتصاص الحديد؟ لا، الشاي بالذات اللي هو عشان فيه التانيك اسيد ده بيمنع امتصاص الحديد. فبتلاقي الاولاد بيشربوا كتير جدا. الشاي والقهوه الكتير بيزودوا الاسترس ويزودوا الفري راديكال. فلو انا ده عكس كل المفاهيم. وهي يعني المشكله اللي احنا بنعمله مش كده خالص. لو انا عايزه زي ما انا بالظبط كده، لو عندنا كمبيوتر وعايزين نعمل بروجرام مظبوط، لازم هتدخلي الداتا بمنتهى الدقه. أيوه. وبالتالي النتيجه هتطلع 100% بيرفكت. لو انا خدت بالي ان انا بغذي المخ الغذاء اللي هو محتاجه، اللي هيحافظ على قدرته على انه يعمل ريجنريشن ويحتفظ بالمعلومه، هيديني احسن نتيجه. على سبيل المثال مثلا البيض، لانه غني بالكولين اللي هو مهم جدا عشان الذاكره. سمك السلمون لو هنتغدى يبقى على الاقل 3 ايام في السمك في الاسبوع سمك سلمون عشان الاوميجا 3. طب اما نيجي للزيوت بقى، مش بقى الزيوت النباتيه ولا الزيوت المدرجه ولا السمنه، السمنه طالعه موضه. في بديل عن سمك السلمون؟ في اي بديل عن اي نوع سمك؟ اي نوع سمك. تمام تمام اهو. من الزيوت زيت الزيتون، زيت جوز الهند. لما نطبخ بيه، يعني لو انا ابتديت تبديد، ده بيساعد على انه يزود الباور اوف ريجنريشن بتاعت الخلايا، خلايا المخ بتتجدد تبقى احسن. زيت جوز الهند. زيت جوز الهند. الافوكادو. ممكن تبقى حاجات مثلا ايه، هنقول انها غاليه شويه غالية. بس على الاقل لو انا احرص ان انا ادي حتى حاجه منها. لو انا بقى يعني وضبت بروجرام، حتي الصبح لابني بيضه، بعد 3 ساعات هديله طبق سلطه ومعاه الافوكادو ومعاه بنجر وخيار وخس، اعمل له الظهريه شوربه خضار احط فيها الكرفس اللي هو غني بمضادات الاكسده عشان الخلايا الشقوق الحره اللي بتبوظ المخ، هديله 3 ايام في الاسبوع سمك، هديله بعد 3 ساعات طبق فاكهه
هيبقى اساسه الفراوله، العنب، لان دي غنيه بمضادات الاكسده اللي هتحمي المخ وهتساعد على انه تزود الباور بتاعته. اكيد في النهايه الطفل اللي بيذاكر ده هيبقى استعداد جدا. ده ملوش حق بقى لو ما افتكرش في الاخر بعد ده كله. ده مجهودك الجهوي. يلا ربنا يوفق الكل. خلينا ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل ونشوف ازاي ممكن ان احنا نستقطب الطالب او الطالبه للمذاكره من غير ضغوط نفسيه ولا عصبيه من البيت ومن الاهل. خليكم معانا.